النداء ديال الساكنة المصفوية هي الالتزام بالتعليمات ديال وزارة الصحة وديال الدولة المغربية باش نستمروا في الحماية ديال الساكن الأسفي. كل الأطر الصحية وكل المتدخلين في محاربة هذا الوباء هم مجندون لصالحكم ولمصلحتكم. الرجاء ثم الرجاء، التزموا التعليمات وابقوا في ديوركم، لأنه اليوم احنا أمام حالة استعجالية للصحة العمومية. المهم هو المساهمة ديال الجميع، وكل واحد يقوم بالدور ديالو باش إن شاء الله تفوت هذه المرحلة بسلام إن شاء الله الرحمن الرحيم. تحية لجميع المتدخلين والشكر الجزيل للأطر الصحية، للسلطة المحلية، للرجال ديال السلطة كذلك العسكرية اللي كلهم مجندون بجميع الرتب ديالهم وبمختلف التشكيلات ديالهم باش ان شاء الله هذه الأزمة تمر بخير وبسلام على البلاد ديالنا عموما وعلى إقليم أسفي بصفة خاصة. الرجاء احنا تنشتغلوا 24 ساعة 24 ساعة من أجلكم، بقوا في ديوركم وما جزاكم بخير.